السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا أهلا بكم إلى أخبار الثقافة والبداية مع أبرز العناوين. المتحف الوطني يعلن قرب افتتاحه، ركن السلطان قابوس بن سعيد طيب الله وثرى. سلطنة عمان تحتفل بيوم البيئة العماني الذي يصادف 8 يناير من كل عام. فنانون تشكيليون عمانيون يؤسسون ورشة لإنتاج المنحوتات بولاية الصحراء. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تحتفل سلطنة عن قرب تدشين الركن الخاص وأعلن المتحف الوطني عن قرب تدشين الركن الخاص بالسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، وذلك بقاعة النهضة في المتحف. جاء ذلك عبر مقطع مرئي نشره الحساب الرسمي للمتحف. إن الأيام في حياة شعبنا لا تقاس بوحدات الزمن، وإنما تفتحه من آفاق. وما تلهمه من أفكار، وما حولته من الآمال إلى واقع حي. تحتفل سلطنة عمان ممثلة في هيئة البيئة بيوم البيئة العمانية الذي يوافق 8 يناير سنويا، مشاركة في الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على موارد البيئة وصونها، وتأكيدا على الخصوصية العمانية في التعامل مع البيئة. ببحرها الممتد على مساحات ترتطم أمواجه بالصخور تحكي الجمال في صور، وبرمالها الذهبية المتلألئة تحت أشعة الشمس حين تصافح الصبح أو تترك للمساء مساحته ليطفي على الأجواء رونقه، وبمشاهد تفاصيل الحياة البرية والبحرية وأكثر من ذلك بكثير، عرفت سلطنة عمان بجمال طبيعتها التي حفظت للأماكن أصالتها تشكلها الموارد الطبيعية وما شكله الإنسان. الثامن من يناير يوم تحتفي فيه سلطنة عمان بالطبيعة ومواردها النقية، فهي السبيل لحياة تكتنفها العافية في ظل عجلة تنموية لا تستكين، تبحث في تعزيز المشاريع بما يؤمن الوجه الأساس للحياة. البيئة واستدامة الموارد أحد أبرز أولويات رؤية عمان 2040 التي وضعت لتدفع بالتنمية المستدامة، فما أريد للأجيال الحاضرة سيكون دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. فمن أجل ذلك صيغت الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة بمحاور رئيسية هي محور صون التنوع الإحيائي، ومحور حماية البيئة من التلوث، ومحور دعم الاقتصاد البيئي، والذي يدعم 3 أولويات وهي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري ودعم السياحة البيئية. هيئة البيئة تعمل على حفظ التوازن بما ينفذ من مشاريع اقتصادية واجتماعية لتكون في مسار يصون مكونات الطبيعة، لذا أعدت في ذلك توجهات استراتيجية لقطاع البيئة اهتمت بالموارد الطبيعية حفظاً ونماءً واستدامة، ولم تغفل عن الموارد البشرية حراس الطبيعة عبر ثلة مبادرات، منها مشاريع الاستزراع لمكافحة التصحر وضمان التنوع الإحيائي، وخطط إدارة المناطق الساحلية والرطبة وحماية الحياة الفطرية، وأبعد من ذلك بمشاريع تحمي الأرض من الإشعاع. ما يميز واقع الاهتمام بالبيئة في سلطنة عمان هو الشراكة المجتمعية بين المؤسسات المعنية والأفراد، فالحملات المنظمة لتنظيف الشواطئ وأعماق البحر أو التشجير أو حتى الحملات التوعوية الداعية إلى صون الطبيعة بملامحها الأصيلة هي نموذج لثقافة مجتمعية سائدة.
سلطنة عمان طبيعة وجمال لنقاء أجوائها يقصدها السياح من القرى الجبلية في محافظة مسنتم إلى بطون الأودية في محافظة ظفار، مستمتعين ببيئة جمعت أصنافا مختلفة من الأحياء. نظمت في مجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بصلالة ورشة كتابة القصة القصيرة في نسختها السابعة، وتضمنت محاور الورشة المبنى والمتن الحكائي والرؤية السردية وأنواع الراوي، بالإضافة إلى تقنيات السرد القصصي. وقدم الورشة الأستاذ عبد الرحيم مستاكو الحاصل على إجازة في الأدب العربي. في محافظة شمال الباطنة قام مجموعة من الفنانين التشكيليين الشباب بتأسيس ورشة لإنتاج التحف والتي تعد على فن النحت على الخشب والأحجار وغيرها. فنون النحت والتشكيل على الرخام والخشب والخزف بأشكال مستمدة من فنون الزخرفة الإسلامية والعمارة العمانية والخط العربي تجتمع في هذا المشروع الذي يقوم على مجموعة من الشباب في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. في هذا الورشة غالباً نحن نستخدم الأخشاب الطبيعية واللي هي دي على أنواع اللي هي خشب النيم اللي هو معروف بخشب الشريش، خشب الغاب وخشب المانجو وخشب السمر كذلك، ونستخدم النخشات الإسلامية غالباً أو الزخارف ونوظفها في هذا الأخشاب. دورنا نحن كشباب عمانيين أن ننتج هذه المنتوجة بصورة جميلة ورائعة. العمل بروح الفريق الواحد وبشغف في الفن التشكيلي وإرادة تحقق الطموح، يعمل هؤلاء الشباب كنموذج للتعاون الشبابي في إقامة مشروعات صغيرة أساسها الهواية. أنا كدوري مثلا أقوم بعمل التصاميم أرسلها لزملاء الشباب وعملها على أرض الواقع لكي ينتجوا منتجات منحوتات خشبية اللي هي تفصيل على الأسماء وكذا، يعني منتجات متنوعة يقدمها هؤلاء الشباب الذين يتخذون منفذا للتسويق في سوق صحار الجديد، كهذه النماذج للسفن العمانية التقليدية والأبواب والمناديس الخشبية والأسماء المحفورة والدروع وغيرها من المنتجات الأخرى. أفكار شبابية تتعاون فيما بينها في هذا المشروع الفني، وهي النتيجة كما نراها واقعا في هذه المنتجات التشكيلية الجميلة. من ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، علي بن سالم البادي. أخبار الثقافة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مصمم أردني يبدع في صنع حقائب يد فاخرة من قشر البرتقال. أهلا بكم مجددا. أطلقت أندونيسيا أكثر من 33 سلحفاة خضراء في جزيرة بالي في محاولة للحفاظ على هذا النوع المهدد بالانقراض. جاء ذلك بعد إنقاذ هذه السلاحف خلال عملية البحرية الأندونيسية
لمكافحة الصيد الجائر على ساحل كوتا شهر الفائت، وأصبحت إندونيسيا مركزا للتجارة غير المشروعة للسلاحف البحرية دوليا لتلبية الطلب من دول مثل ماليزيا وفيتنام والصين. ولكن القانون الإندونيسي يدين هذه التجارة بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات. قريبا لن يصبح تغيير لون السيارة بحاجة للجوء لورش الطلاء المتخصصة، وذلك بعد أن كشفت شركة BMW للسيارات عن أول سيارة متغيرة اللون في العالم باستخدام تقنية حديثة في حدث أبهر الجمهور الحاضر في معرض بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. شركة BMW الألمانية لصناعة السيارات أزاحت الستار عن أول سيارة متغيرة اللون في العالم في معرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. السيارة BMW iX تستخدم تقنية الحبر الإلكتروني لإحداث تغييرات في اللون السائل، وهو ما من شأنه تحويل الطلاء الخارجي للسيارة إلى مجموعة من الألوان والأنماط. وحين تتلقى الإشارة إلكترونياً، تضفي تقنية الحبر الإلكتروني أصباغاً مختلفة الألوان على سطح السيارة ليتحول الطلاء إلى اللون المطلوب حسب الرغبة. وتقول ستيلا كلارك المهندسة في مجال تطوير الأبحاث بالشركة إنه شيء لم يحدث من قبل، وإن السؤال كان هل بالإمكان صنع سيارة متغيرة اللون؟ وكانت الإجابة نعم، وكان ذلك باستخدام الحبر الإلكتروني. وإضافة إلى تغيير اللون، تساعد هذه التقنية أيضاً في الاستدامة والتحكم في المناخ داخل السيارة. وتقول الشركة إن هذه التقنية لا تحتاج أيضاً إلى أي طاقة على الإطلاق لتغيير لون السيارة الخارجي إلى اللون الذي يختاره قائدها. وتوضح كلارك أن قائد السيارة يستطيع تغيير لونها من الداخل أو باستخدام تطبيق على هاتفه المحمول أو حتى عن طريق إشارات باليد. وتقول الشركة إن هذه التقنية لا تزال في مهدها، وإنها لا توجد إلا في الطراز الذي عرض في معرض الأجهزة الإلكترونية، وإنها تغير اللون إلى الرمادي والأبيض، لكنها ستغطي مجموعة واسعة من الألوان في المستقبل. نهى زكريا. ألقت جائحة كورونا بظلالها على مهرجان الأبيض والأسود السنوي في كولومبيا، حيث استوحى المشاركون بعض المجسمات والأزياء من شكل الفيروس وتأثيره على العالم. وتأتي فكرة المهرجان للدعوة إلى الوحدة والمساواة ونبذ العنصرية، وهو مدرج على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو. بهذه المجسمات زاهية الألوان ازدانت شوارع مدينة باستو في جنوب كولومبيا، والتي تزخر جنباتها بالرقصات والموسيقى خلال مهرجان الأبيض والأسود السنوي. المهرجان المدرج على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، مستوحى من مزيج من تقاليد السكان الأصليين لكولومبيا وتقاليد إسبانية وأفريقية. ورغم اسم المهرجان الذي يرتدي المشاركون فيه أزياء تجمع بين اللونين الأبيض والأسود في إشارة رمزية إلى الوحدة والمساواة، فإنه يمزج بين الألوان النابضة بالحياة والموسيقى للاحتفال بالتنوع العرقي والثقافي. وألقت جائحة كوفيد-19 بظلالها على المهرجان، حيث صنع الفنانون المشاركون فيه مجسمات مستوحاة من فيروس كورونا. ويقول الفنان خوسيه لويس إيرفانو إنه يعرض مجسمات لجماجم أشخاص توفوا وآخرين ولدوا من جديد، أطفال وكبار سن وسيدة، مشيرا إلى أنها تندرج تحت ما يمكن أن يسمى بالولادة من جديد. وتستمر فعاليات هذا المهرجان حتى 10 يناير كانون الثاني الحالي.
مما لا شك فيه أن أولى خطوات الإبداع هو الإلهام، فبحضوره يبدع المبدعون. في التقرير التالي مشاهدينا، فنان أردني يدفعه إلهام من قشر البرتقال إلى تصميم حقائب فاخرة صديقة للبيئة. ما قد يبدو للكثيرين مجرد قشر برتقال ألهم فنان الطعام وخبير التذوق الأردني عمر سرطاوي لتصميم حقائب يد فاخرة صديقة للبيئة. واحدة من الشغلات هلا عم بشتغل عليها، عم بطور بقشور الخضروات والفواكه بطرق جديدة لنقدر نستعمل منها مادة تكون صديقة للبيئة، والمادة هاي نقدر نعمل منها لكجوريس براندز، يعني نقدر نعمل منها شغلات تكون فخمة وتكون تصميمها مودرن، بستعمل فيها أكثر أنواع التكنولوجيا المستحدثة الموجودة هلا لنا، وعم بستعملها بالفاشن، عم بستعملها بالاكسسوار زي ما رح نشوف بالشناتي الهاي اند وبالفرنتشر. واستلهم سرطاوي فكرته الخارجة عن المألوف ساعيا للتوعية بحماية البيئة عن طريق تحويل النفايات إلى منتجات فاخرة. عم بشتري الأورنج من هنا، بناخد الجلد تبعه، وبالجلد هذا أنا ببلش أطور فيه بعدة مراحل، تقريبا بتقعد أسبوعين لحد ما أطور المادة اللي هي بتصير تقدر تستحمل إنه نشتغل فيها بالطريقة هاي. بعديها بأخذها لإشي اسمه ديجيتال فابريكيشن، منشوف الديزاين اللي بدنا إياه، منقصه على الليزر، منطور المادة نفسها، منعطيها، منخليها فلات على أساس ما يكون فيها أي مشاكل بالسيرفيسينج. واستغرق إنتاج حقيبة يد صلبة برتقالية اللون بجوانب من المعدن الذهبي 8 أشهر قبل عرضها في معرض دبي إكسبو 2020 وفي معرض للفنون بالمدينة، وتطلب الأمر العديد من التجارب والأخطاء قبل التمكن من مزج أسلوب يدوي لمعالجة قشر البرتقال بالأساليب التكنولوجية الحديثة مثل التصنيع الرقمي وتقطيعه وتشكيله بالليزر. نظرة الناس عن السستينابيليتي انه هو اشي سكند كلاس، انت عندك الاشي اللي بنعمل فريش بعدين الاشي الثاني بيكون بدرجة تانية. انا لا، الفكرة انه هذا احلى من الاشي اللي عم بنعمل صناعي عشانه طبيعي. اذا بتطلع بلون الاورنج كيف بتغير، كيف بيصير بيعتق مع الطبيعة نفسها، فانت عم تحكي عن اشي كتير لكجوريس. فانا بدي ابلش من المنطقة هاي، بس ان شاء الله بعد 30 40 سنة يصير احنا نتعامل مع الويست كبشرية بطريقة كتير غير وبطريقة كتير احسن، اللي نقدر نطلع منه منتجات كتير مهمة، ونقدر كمان نكون لطيفين ألطف على البيئة وألطف على الكرة الأرضية، يعني من ناحية الدمج اللي عم نعمله. وبغرض مزج المواد الأولية المستدامة في صناعة البضائع الفاخرة، أنتج سرطاوي من قبل أقنعة وجوه وخياما من قشر الباذنجان. في ختام أخبار الثقافة تذكير بالعناوين. المتحف الوطني يعلن قرب افتتاح ركن السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. سلطنة عمان تحتفل بيوم البيئة العمانية الذي يصادف 8 يناير من كل عام. فنانون تشكيليون عمانيون يؤسسون ورشة لإنتاج المنحوتات في ولاية سوهاج. هكذا مشاهدينا انتهت نشرة أخبار الثقافة، نشكركم على المتابعة، تقبلوا تحيات فريق العمل، في أمان الله.